السلام عليكم وأهلا بكم إلى برنامج صدى الأقلام، حيث نسلط الضوء على أبرز ما تناولته الصحف حول القضايا العراقية والعربية والعالمية، ونقرأ في هذه المقالات من الصحف المختلفة بعد قليل. البداية من موقع قناة الرافدين، ونقرأ مقالا للكاتب كرم نعمة، ففي مقاله قال أو سلط الضوء على سيطرة المرجعية الشيعية المتمثلة بعلي السيستاني في العراق، حيث يشير إلى أن السلطة السياسية لرئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تبدو محدودة مقارنة بالنفوذ الهائل الذي يمارسه السيستاني. يناقش الكاتب الدور الغامض الذي يلعبه السيستاني في توجيه السياسات العامة، مشيرا إلى أن المرجعية تمثل دولة موازية داخل العراق بفضل قوتها المالية والسياسية. المقال ينتقد الهيمنة غير الرسمية للسيستاني على الحكومة، ويفترض أن دوره في صنع القرار ليس مفهوما بوضوح، لكنه بلا شك حاسم في العملية السياسية المتهاوية في العراق. إننا نتحدث عن دولة متكاملة بأموالها وقواتها القتالية داخل الدولة العراقية. الأهم من ذلك كله أنها لا يمكن أن تخضع للمحاسبة المالية ولقوانين الدولة وسلطتها، وأن ثروة المرجعية المالية التي يقف على رأسها رجل دين زاهد ليس من أجل فقراء العراق، مع أنها تستحصل في معظمها من أموال العراقيين. المرجعية موجودة منذ عقود في العراق، وتحديدا في مدينة النجف، وكانت تدير شأنها الفقهي والتشريعي والدراسي، وتقبل أموال الزكاة والتبرعات من خارج العراق. لم تصبح دولة بتلك القوة المالية والسياسية إلا بعد عام 2003. سبق وأن ذكر تقرير للمعهد المجلسي الأطلسي الأمريكي أن اقتصادا سياسيا جديدا ظهر، وهو يستند على مجموعة واسعة من المؤسسات المرتبطة بطبقة رجال الطائفة، وهو بمثابة كيان حكومي داخل العراق. استولت المرجعية على مواقع ثقافية وتاريخية ومساجد، وأدرجتها ضمن أملاكها في سياسة الاستملاك الطائفي لماضي العراق. فهذه المرجعية هي دولة مستقلة عن الدولة العراقية، تمتلك القوة والسلطة للتأثير فيما يحصل بالعراق، من إقرار الدستور مرورا بقوانين الانتخابات حتى اختيار شخصية رئيس الوزراء. وتجربة السنين الماضية كشفت لنا بلا مواربة أن من لا ترضى عليه مرجعية النجف لا يمكن أن يمر إلى رئاسة الحكومة في المنطقة الخضراء. إلى صحيفة المدى، ونقرأ مقالا للكاتب زهير كاظم عبود. ينتقد الكاتب في مقاله قرار وزارة التعليم العالي بمنع أستاذة القانون من الظهور في وسائل الإعلام، يشير إلى أن هذا القرار يخالف المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير. يسلط الضوء على أهمية حرية الرأي كجزء من الديمقراطية، وضرورة أن تكون النقاشات القانونية والمهنية متاحة للجمهور. يعتبر هذا التقييد بمثابة انتهاك صارخ للدستور، مؤكدا على ضرورة احترام الحقوق الدستورية وحماية حرية التعبير كركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي. ما لفت النظر أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي وزارة تختص بتنفيذ سياسة الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهر على أنشطة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتقوم بالتنسيق ومتابعة التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي. أن تصدر أمراً وزارياً يمنع التدريسيين في اختصاص القانون من إبداء وجهات نظرهم والمشاركة في اللقاءات التلفزيونية في القضايا التي نحن بأمس الحاجة لمتابعة وجهات نظرهم. ويشكل الأمر المذكور خرقاً فاضحاً للدستور وتقييداً لمبدأ الحرية ليس له ما يوجبه. والمدرسون في كليات القانون جلهم من أساتذة القانون من ذوي الخبرة والمعرفة، وجميعهم يتمتع بلياقة وسلوك اجتماعي يتناسب مع مركزه الرفيع،
وأن مثل هذه الأوامر التي تصدرها جهات عليها أن تلتزم بالنصوص الدستورية والقوانين قبل غيرها، وتساهم في دعم مبدأ الحرية والفكر، وعلينا جميعا أن نتعود على ممارسة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور، وهي مرحلة لم نكن نمارسها سابقا، لذا فإن الأمر يوجب منا الانفتاح وتقبل الرأي الآخر وعدم تجاوز النصوص الدستورية والقوانين التي تتيح للمواطن العراقي وخصوصا من ذوي الاختصاصات أن يبدي رأيه بكل حرية. ومن صحيفة طريق الشعب نقرأ مقالا مطولا بعنوان الدولار يواصل التهام مدخولات العراقيين للكاتب إبراهيم المشهداني. يتناول المقال الأزمة الاقتصادية في العراق المرتبطة بانخفاض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار. يوضح الكاتب أن السياسات الحكومية فشلت في استقرار سعر الصرف، وأن نافذة بيع العملة الأجنبية للبنك المركزي أصبحت ساحة للمضاربات وتهريب الأموال. يشير كذلك إلى الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، موضحا أن هذا التفاوت يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد ويزيد من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين العراقيين. مع انخفاض قيمة الدينار العراقي وانعكاساته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في العراق، لم يستطع بسياساته تلك مواجهة نتائج قراره الذي تحول إلى عاصفة متوحشة، أيا كان حجم كميات الدولار المباعة عبر نافذته، ذلك لأن شراء العملة الأجنبية من هذه النافذة يذهب بها إلى ثلاثة اتجاهات: الأول إلى المضاربات المالية، والثاني لأغراض التجارة الخارجية، والثالث لعملية تهريب منظمة وغسيل أموال بعمليات احتيالية. كما أن البدء بالمنصة الإلكترونية والامتثال لنظام التحويل المالي لم يؤدي إلى استقرار سعر الدولار أو تراجع ملموس في صرف الدولار، رغم محاولات البنك المركزي السيطرة على هذا السعر في الأسواق الموازية. بل أكثر من هذا، فإن منع 14 مصرفا من التعامل بالدولار قد عمق الأزمة ولم يهدئ منها، ما اضطر البنك المركزي للانحناء أمام العاصفة على الرغم من تأكيدات رئيس الوزراء وإقرار موازنتي 2023 و2024، ووافقه في ذلك تأكيدات العديد من المسؤولين على رفع قيمة الدينار. وتعود أسباب هذه العاصفة بل وديمومتها إلى العلاقة بين الإنفاق العام والطلب على الدولار، فإن هذه الزيادة من خلال قوى السوق المحلي بنسبة 60% من إجمالي النمو في العملة المصدرة، بمعنى العلاقة العكسية بين الإنفاق العام والاحتياطات الأجنبية المتأتية من إيرادات النفط غير الكافية لسد الطلب المحلي من العملة الأجنبية. ونبقى مع الكاتب إبراهيم المشهداني الذي يسلط الضوء على تأثير العمالة الأجنبية في العراق بعد عام 2003، حيث تسببت في ارتفاع معدل البطالة بين العراقيين إلى أكثر من 16%. يشير إلى أن القوى المتنفذة التي تدعم استيراد هذه العمالة تساهم في سحب العملة الصعبة من الاقتصاد العراقي بمعدل يصل إلى ملياري دولار سنويا، مما يؤثر على الاحتياطي النقدي. هذا الأمر يزيد من الضغوط على البنية التحتية، الرعاية الصحية والإسكان، فضلاً عن زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية وارتفاع معدلات التضخم. يؤكد المشهداني أن الفئات الأكثر تضرراً من هذه الأزمة هم أصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على المعونة الاجتماعية، مما يزيد من معدلات الفقر ويضع نصف المجتمع العراقي في مواجهة مباشرة مع عاصفة الدولار. إن الاتجار بالعمالة الأجنبية عبر منظومات تشكلت بعد عام 2003 لتتولى استيرادها من الخارج وإدارة توزيعها على دوائر الدولة والقطاع الخاص على حساب العمالة الوطنية التي تزيد نسبة البطالة فيها على 16%، لما تسببه هذه المشاريع الوهمية المدعومة من قوى متنفذة إلى إخراج العملة الصعبة من الاحتياطي النقدي بما تصل إلى ملياري دولار سنوياً، فضلاً عن الضغوط التي تولدها على البنية التحتية والخدمات العامة كالإسكان والرعاية والصحة العامة والطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازي وارتفاع معدلات التضخم،
خاصة أن التقديرات تشير إلى وجود مليون عامل أجنبي، وأن 7% منهم فقط حصلوا على موافقة وزارة العمل. إن ارتفاع سعر الدولار والاضطراب المتولد في حركة العملة يسبب إرباكا في الاقتصاد وبصورة مباشرة على الأسعار، مع ما يصاحبها من ارتفاع في معدلات التضخم وتداعياتها على مستوى معيشة المواطنين. والأكثر تضررا هم الشرائح واطئة الدخل والتي لا دخل لها سوى معونة الرعاية الاجتماعية المتواضعة، وهؤلاء يشكلون نسبة تزيد عن النصف من المجتمع العراقي، وتزيد معدلات الفقر وافتقار حصتها من الدخل الوطني والخدمات العامة. وبهذا المستوى المتدني تكون هذه الشرائح في مواجهة عاصفة الدولار. ولوموند تقول: بين حزب الله وإسرائيل لن يصبح الحريق إقليميا إلا إذا أخطأ أحد الأطراف بشأن نوايا الطرف الآخر، تحت عنوان إسرائيل ولبنان أسباب الحرب. قال آلان فراشون كاتب الرأي بصحيفة لوموند الفرنسية: إن الحرب رهان على ردود فعل العدو، وإن المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ليست استثناء، فلبنان يدفع مرة أخرى ثمنا باهظا، لكن الحرب ليست شاملة ولن يصبح الحريق إقليميا إلا إذا أخطأ أحد الأطراف بشأن نوايا الطرف الآخر. ويقول آلان فراشون: لقد أدت هذه الأسابيع الأخيرة من الهجمات المتكررة إلى إضعاف حزب الله كما لم يحدث من قبل. وأضاف الكاتب أنه في الوقت الحالي الشيء الوحيد المؤكد هو القتال. سيستقر حزب الله والإسرائيليون على حرب صغيرة مسيطرين عليها على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. الحرب الصغيرة التي أدت إلى نزوح 100,000 لبناني و 60,000 إسرائيلي من منازلهم على مدار الأشهر، وجهت الدولة العبرية ضربة قوية إلى حزب الله ودمرت جزءا من هرمه العسكري. ولكن هذا ليس الشيء الرئيسي. يقول آلا فراشون: لقد أصبح حزب الله الذي أنشأته إيران في أوائل الثمانينات على مر السنين أحد أقوى المنظمات غير الحكومية. قام الطهران بتمويل وتدريب 30,000 إلى 40,000 مقاتل عملياتي وتجهيزهم، وزودتهم على وجه الخصوص بترسانة هائلة من الصواريخ قادرة على ضرب جميع مدن إسرائيل. فحزب الله وهو جزء لا يتجزأ من النظام الدفاعي لإيران يخضع لأوامر الثيوقراطية الإيرانية، وهو مكلف بمهمة محددة جدا، وهي ليست القضية الفلسطينية. إن الغرض الأساسي من ترسانة حزب الله هو ثني إسرائيل عن مواجهة المواقع النووية الإيرانية. ستعاني المدن الإسرائيلية من العواقب، وقد يتصور حسن نصر الله أن إيران ستهب لمساعدته في حال انتشار الصراع الحالي. فإذا كان الأمر كذلك فإن الحرب ستصبح إقليمية، أو على العكس من ذلك قد تتم دعوة زعيم حزب الله إلى الاعتدال من قبل طهران. لا تريد الثيوقراطية الشيعية إثارة هجوم إسرائيلي يهدد وجود حزب الميليشيا، لأنه يبقى الركيزة الداعمة للنفوذ الإيراني في الأراضي العربية. وتقول إيران بسهولة إنها لا تريد الحرب ولا المواجهة المباشرة مع الدولة العبرية. والآن إلى فقرة الكاريكاتير. ميتا تكشف النقاب عن نظارات متصلة تشكل مستقبل الهواتف الذكية. عرضت شركة ميتا أول نموذج لها من نظارات قائمة على الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، على أمل إنشاء منصة حوسبة جديدة للمستهلكين بعد أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة. هذه النظارات المسماة أوريون مزودة بكاميرا وسماعات رأس ومساعد قائم على الذكاء الاصطناعي يتم التحكم فيه بالصوت،
على غرار ميتا راي بان المتصلة والموجودة في الأسواق منذ سنوات عديدة. وتتضمن النظارات كذلك أجهزة عرض صغيرة لعرض مقاطع فيديو أو شاشات أو حتى أشخاص على شكل صور ثلاثية الأبعاد، كل ذلك من دون وضع خوذة تعزز أو تعزل المستخدمة. وقال رئيس ميتا مارك زكربيرغ إنها مثل آلة سفر عبر الزمن، توفر لمحة عن المستقبل الذي أعتقد أنه سيكون مثيرا بالفعل. واختتم الملياردير عرضه السنوية للمنتجات الجديدة للمجموعة بهذا الجهاز الجديد، وهي المفاجأة الفعلية الوحيدة للحدث الذي أقيم في مينلو بارك في كاليفورنيا، المقر الرئيس للشركة. واعتبر أن كل شيء سيعتمد على قدرة النظارات على تبسيط الحياة اليومية للمستخدمين وكذلك على سعرها. والآن نترككم مع فيديو اليوم من مواقع الصحف. إن سنة كاملة بنعاني من حرب حرمنا فيها جميع أنواع الحياة. أنا كوالدة لأطفال سنهم صغير مهتمة وحريصة بالعلم. تم افتتاح المدارس في شمال قطاع غزة على الأقل صف أو صفين في كل مدرسة. طبعا هنا في هذه المدارس طلابنا وطالباتنا بعد القصف والدمار والجوع وحرب الإبادة في شمال قطاع غزة استطعنا بأن نكون هذه المدارس. طبعا التكفل هنا في الطلاب ليس فقط من ناحية تعليمية بل من ناحية صحية واجتماعية وكداعم نفسي، استطعنا بتسليم كل طالب وطالبة حقيبة مع قرطاسية أيضا حذاء، ونتجهز وبصدد تجهيز كسوة شتوية لهؤلاء الطلاب. عندما عرفت أن مدرسة الهاشمية فتحت تعليم حضرتهم إلى جلبتهم إلى هنا للاستفادة من التعليم وإنقاذهم علميا وذهنيا. هنا الطلاب في المدارس يداومون من الساعة 9 حتى 12 بعد الظهيرة في المدارس في شمال قطاع غزة. عدد الطلاب ما يقارب 400 طالب وطالبة، وهناك تسجيل طلبة جدد بالمئات بل بالآلاف لهذه المدارس، لكن لا يوجد متسع لدينا بسبب الإمكانيات والصعوبات والعقوبات التي نواجهها في هذه المدارس من القصف والدمار وقلة الاتساع في هذه الصفوف. بهذا نصل إلى ختام حلقة صدى الأقلام لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله وحفظه.